السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة وينو كونكور. اهلا وسهلا بكم من جديد. طبعا هتشوفوا كده الاكونت امبارح كان تروجان وقلب ووريور. فكده كده يا جماعة، ده الاكونت طبعا بالمنظر الوريور، وانا ليه قلبت ووريور. طيب انا هو في سيفر دارك، وليه قلبت ووريور طبعا قبل تعديل بيومين ولا حاجة. هو انا في سيفر دارك. سيفر دارك ده يا جماعة حاليا في خناقة تقريبا، او مش عارف ايه، او مشاكل كتير جدا جدا، او هو كده اصلا ربما يعني. بس انا طبعا لا هعرف اخد لحق ولا باطل ولا اي حاجه، فانا قلت بقى احول دلوقتي وورير واعمل شروحاتي على الوورير في التحديثات. فنجرب كده يا جماعه الوورير طبعا باتاك عالي، ونجرب بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هيعمل ايه في الوحوش، وهل ما زال اسطوره فعلا زي ما هو ولا لا. ضربه يعني ما بتكملش مليون، ده طبعا قبل التحديث، تمام. فهل يا ترى بعد التحديث؟ طبعا خلي بالكم السكيلات كلها عندي مش فيكسد، السكيلات كلها عندي مش فيكسد، لان طبعا الاكونت انا اخدته على الجامت سي بي اس وجامت كل حاجه. يعني الاكونت كده بص كويس ان هو بيضرب اساسا. والله يعني حرفيا كويس ان هو بيضرب. اتفضل يا عم. بس انا طبعا خلي بالكم لو انتوا فاكرين ان انا عملت في الاول، اول شخصيتي كانت في اللعبه كانت وورير، اللي فاكر كانت وورير فعلا. الاكونت ده يا جماعه لازم اشتغل عليه شويه حلوين، بس على حسب التحديث ان شاء الله لما ينزل هيفرق جامد. طيب في خبر طبعا نزل على صفحه، على ويب سايت وور ماث، اللي هو بيتكلم فيه عن الوورير. طبعا انا نزلت لكم فيديوهات قبل كده عن سكيلات الوورير وقوتها، تمام، وهتبقى ازاي منظرها في الوحوش والكلام ده كله. روح ثبتني. الله، انا عارف هتقول دلوقتي دروجان كان ما كملش ثواني وفشخه، لان فعلا كان، بس خلي بالكوا زمان الوريور كان هو اللي واكل الجو، لولا دروجان ما نزله تحديث، وقبليه كان البايرت، وهكذا كل شخصيه بتنزلها. بس حرفيا يا جماعه زي ما تشوفوا فيديوهات قويه جدا جدا جدا. طيب نتكلم شويه كده عن الوريور، تمام، ونخش كده وورن جو هوم. وادي يا جماعه اهو البيت بتاعي. والوريور يا جماعه في التحديث الجديد في حاجات كتيره جدا جدا جدا. لو اتنين سبير هيزودك 3000 اتش بي و 1500 بي اتاك، يعني لو انا ماكس مثلا اول ارشيف هيبقى 54000 اتاك مثلا، تمام. ما يغرقش، انا عارف ان الاستاف دلوقتي مش مظبوطه لسه حاليا، عشان انا لسه ما معيش انيما، والحصان ده 8 والهات دي 8، بس انا هخليها 12. انا جبت الهادي ده مؤقتا خلي بالكو، واشتريتها مؤقتا من الشوب عشان خاطر اجرب التحديث فيما بعد، تمام. يعني لقيت التحديث قوي، لا خلاص هكمل وورير زي ما انا، وهشتري الهات والكلام ده كله. طبعا انا هوريكم ازاي اشتريت الاكونت والكلام ده كله في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن، وطبعا الاسكيلات دي كلها ماكس خلي بالكو، يعني فاهمني. ده بص اهو بلاد ديست ده يا ماكس، ماكس اتش بي بيزود 1500، بأتاك 1000، بديفنس 1500، ماجيك ديفنس 1500، وطبعا الديفندر او ريديكيورز وور سوت بيزود اتش بي 6500، 500 بأتاك وديفنس اعلى 3000، ماجيك ديفنس 3000. تخيل انت بقى لو واحد لابس الحاجات دي الديفنس بتاعه هيبقى عامل ازاي. والله اعلم حاليا، انا جربته حرفيا بتشتغل على الفيست اللي انت لابسه ده اهو، الفيست اللي انا لابسه ده هي شغال عليه حرفيا فعلا، تمام، هي شغال على الفيست حرفيا دلوقتي. بس مش عارف بقى اذا كان بالفيست، ولا ممكن مثلا لو لبست مثلا اللهم صل على النبي بسلاح السورد والشيلد ولا لا، ولا السبير ولا لسه ما نعرفش لحد دلوقتي. بس انا الفيست اللي شغال فيه كل حاجه، يعني تلبس اللي بيكات من هنا هتشغل كل الايه الارشيف، غير كمان كل السكيلات دي هتشتغل معاك خلي بالك. يعني برضو هي شايف السكيلات دي برضه هتشتغل معاك. عارف انا لو السكيلات دي فيكسد معايا دلوقتي انا كنت همشي الدنيا، لان حرفيا دلوقتي بطلع في اي حد بكام، ب 45 او 46000، ده مش فيكسد. تخيلوا بقى لو فيكسد. هو الورير حلو مش وحش، بس الفكره ان الفرق بينه وبين التروجان يا جماعه هي السرعه. يعني التروجان عنده سرعه كبيره جدا 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 في الضرب، بالذات بالاخص الاسكابتور. يعني انا معايا ستاف ده اصلا، ستاف تروجان، معايا ستاف تروجان اهو. كنت اتمنى والله يعني لو كان ينفع يلبس السكابتر،
كان هيفرق خالص والله لو كان لبسه، بس طبعا مش هينفع. تخيل بقى الاسكابتر بسكيل السوبرمان يبقى عامل ازاي، تخيل انت بقى. معرفش اخدينا بصراحة. والله يا جماعة انا قلت كده ايه انزل انا تغيرت الورير، ودلوقتي قول لنا برضه في التعليقات يعني غيرت انت الورير ولا لسه، هل انت غيرت الورير ولا لسه؟ انا غيرت حرفيا، لان انا حرفيا مش عارف هاخد لا حق ولا باطل في السيرفر اللي انا فيه، صفر صفر فعلا. يعني انا لو عرفت اخد حق ولا باطل يبقى كويس، لكن انا لا هاخد لا حق ولا باطل. يلا الحمد لله، بس مش عارف ليه تحس ان هي مشلوله كده باللبسه هي دي ولا ايه. يعني انا خليني كده بالاكسسوري. كان معكم يا محمد من قناه وين وكونكر، ما تنساش لايك الفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس، والى اللقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله عن قريب. اي امر، سلام.